السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح نتكلم عن الميتوكلوبراميد. طبعا الميتوكلوبراميد هو علاج جدا شائع خصوصا بالطوارئ. بداية الميتوكلوبراميد موجود على شكل أمبولة بيها 10 ملغرام بـ2 مل، والميتوكلوبراميد موجود باسم تجاري شائع هو البلاسيل. طيب الفارماكولوجيك كاتيجوري اوف ميتوكلوبراميد هو انتي اميتك مثل ما تعرفون، يسوينا دوبامين انتاغونست يعني دوبامين ريسبتور بلوك، ايضا يشتغل على الجاسترو انتستينال ايجنت كانهانس موتيليتي، لهذا هو يعتبر بروكاينتك، ايضا يشتغلنا على السيروتون ريسبتور اجنست اللي هو خصوصا ال 5HT4، لكن ال 5HT3 يعتبر انتاغونست يعني يسوي لها بلوك، الفور يسوي لها اجنست، الثري يسوي لها انتاغونست. طيب هذا المخطط اللي قدامكم هنا بالمدلة اوبلونجاتي، عندنا هذا بالاصفر اللي هو الكيمو ريسبتر تريجر زون، فالميتوكلوبراميد يسوي لنا بلوك للدي 2 الدوبامين دي 2 ريسبتر، ويسوي لنا بلوك لل السيروتونين 5HT3 اللي هو البلوك. طيب فراح يشتغل على الفوميتنج سنتر، هاي بالنسبة للسي ان اس. بالنسبة للجي اي تي راح يشتغل لنا كبروكاينتيك دراكس، يعني راح يشتغل على ال 5HT4 اجنست، فبالتالي راح يسوي لنا انهانس موتيليتي. فإذا الميتوكلوبراميد راح يسوي لنا بلوك مثل ما قلنا بلوك للدوبامين ريسبتر، وات هاي دوز يسوي لنا بلوك للسيروتونين ريسبتر بالكيمو ريسبتر تريجر زون بالسي ان اس، ايضا يسوي لنا انهانسمنت للجي اي تي كوزنج انهانسينج موتيليتي، اكسلريت جاستريك ام تي وذاوت ستيميليتينج جاستريك بيلياري اور بنكرياتيك سكريشن، ايضا يسوي لنا decrease lower esophageal sphincter tone. هذا الميكانيزم of action of ميتوكلوبراميد. طيب شنو الانديكيشن of ميتوكلوبراميد؟ طبعا الانديكيشن ال on label اللي هي nausea of vomiting، اذا نستخدمه بالpost op كبروفلاكسس nausea and vomiting، بالradiation therapy induced nausea and vomiting، ايضا بالgastro paresis in diabetic and non-diabetic patient. بالنسبة للكيموثيرابي induced nausea and vomiting أيضا يستخدم كprevention، لكن هو not first line not routinely used. إذا بقية اللاينات ما متوفرة أو refractory للبقية اللاينات الفيرست لاين، ممكن يستخدمه كsecond line. طيب بالنسبة للدوز، الدوز الشائعة يعني المستخدمة هي 10 ملغرام، يعني أمبولة واحدة، لكن أكو نقطة مهمة، المرضى اللي هم أعمارهم بين 15 إلى 19 سنة اليانج أدلت واللي وزنهم أقل من 60 كيلو، هنا نبتعد عن إعطائهم 10 ملغرام، لازم ننطيهم نص الجرعة يعني نص الأمبولة نص ملغرام، اللي أعمارهم من 15 إلى 19 سنة ووزنهم أقل من 60 كيلو، سواء كانت IM أو IV. طيب إذا المريض أخذ سايتوتوكسيك كيموثيرابي صار عنده نوزيا أند فوميتينج، ممكن ننطي الميتوكلوبراميد كإنفيوجن كديليوتيد. طيب شلون ننطي؟ بداية راح ننطي إنيشال ومينتنس. الإنيشال دوز راح ننطي 2 ملغرام بالكيجي، يعني المريض إذا وزنه 50 × 2 يعني 100 ملغرام، راح نضيفهن 100 ملغرام، يعني شقد إذا هي الأمبولة الوحدة بيها 10 ملغرام، تقريبا 10 أمبولات نجيبهن نضيفهن 50 مل بالنورمال سلاين ونمشيهن over 15 minutes 15 دقيقة. طيب بالنسبة لهذا بالنسبة للكينيشال دوز، ك maintenance dose
المينتنس راح نضاعف الجرعة، المية راح نسويها 200، 200 راح نضيفها الخمسمية سي سي نورمال سلاين، ونمشيها خلال 8 ساعات إلى 12 ساعة. أي هاي بالنسبة لل الانفيوجن بالسايتوتوكسيك كيموثرابي كي بريفنشن. طيب بالبيدياتريك دوز طبعا البلاسيل او الميتوكلوبراميد هو كونترا انديكيتد بالتشولدرن اندر 1 يير، اذا طفل اجاك عمره اقل من سنه لا تنطيه بلاسيل، انطيه اوندان سيترون هو اللي هو زوفران، اسم تجاره مالت الزوفران. طيب اذا الطفل عمره اكثر من سنه نعطيه نص ملغرام بالبير كي جي، الماكسيمم دوز هو 10 ملغرام. احنا طب احنا نعطيه نص امبوله، نص امبوله بلاسيل يعني 5 ملغرام، 5 ملغرام. طيب بالنسبه للسايد افكتس اللي هي جدا شائعه ممكن تجي لنا، اللي هي الاكسترا بيراميدال سيمتومز، يصير عندهم اكيوت ديستونيك رياكشن مثل ما وضح قدامكم، وهاي المانجمنت مالته هذا راح نوضحه بفيديو بسيط ومنفصل. شنو الكونترا انديكيشنز؟ طبعا احنا من نعطي 3 تو 4 دايز افتر جي اي تي او جاسترو انتستينال سيرجري، ما ينطي بالجاسترو انتستينال هيموريج، ما ينطي بالجاسترو انتستينال اوبستراكشن بيرفوريشن، وما ينطي بالفيوكروموسايتوم. ان شاء الله الموضوع واضح ومبسط، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.